بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دورة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، السادة الحضور الأكارم، بداية يشرفني أن أتقدم بالنيابة عن جميع أبناء محافظة مطروح بالترحيب بسيادتكم على أرض الأمل والتنمية والمستقبل، عروس البحور مطروح. فخامة السيد الرئيس، أبناء مطروح يؤكدون على روح انتمائهم وولائهم لمصرنا الحبيبة، وأنهم دائما على قلب وفكر رجل واحد كحراسا للبوابة الغربية لمصر، وبما يحملونه لفخامتكم من محبة واعتزاز، مع فخرهم باهتمام سيادتكم الكبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن وترجمته بما يجري على أرضها من مشروعات قومية وتنموية عملاقة لم تشهدها من قبل، مع التأكيد على أن ما تم كان بفضل الله وبفضل تنفيذ توجيهاتكم المستمرة من أجل تغيير محافظة مطروح من كافة الوجوه، وتأكيد الاستغلال الأمثل لإمكانياتها ومواردها من أجل الارتقاء بها وخدمة أهلها وجعلها مقصدا استثماريا وسياحيا عالميا، مع اعتبار محافظة مطروح نموذجا وجزءا لا يتجزأ من النهضة والتنمية الشاملة التي تمت بكافة ربوع مصر تحت قيادتكم الحكيمة. وفيما يلي أتشرف بعرض موجز لأهم الجهود والمشروعات التي تمت على أرض محافظة مطروح. محافظة مطروح تمتد من الشرق إلى الغرب على ساحل البحر المتوسط بمواجهة 450 كيلومتر، كما تمتد جنوبا حتى جنوب سيوة بعمق 420 كيلومتر، وبذلك تبلغ مساحتها 166 ألف كيلومتر مربع بنسبة 16.6% من مساحة الدولة، تعتبر ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة. المشروع النووي بالضبعة بفضل جهود سيادتكم لوضع مصر على خريطة التقدم التكنولوجي وتحقيق حلم راود المصريين على مدار عقود طويلة، تم البدء في إنشاء أول مشروع نووي سلمي بمصر بمنطقة الضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي تحت أشراف وزارة الكهرباء والطاقة، على مساحة 45 كيلومتر وبطول 15 كيلومتر على ساحل البحر بقدرة إجمالية 4800 ميجا واط، سيتم إنشاء بأحدث التقنيات العالمية في مجال الجيل الثالث. مشروع تنمية غرب مصر، بدء المرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء ميناء جرجوب كمركز تنموي وميناء تجاري عالمي على مساحة 8568 فدان وبتكلفة 10 مليار دولار وتوفير مزيد من فرص العمل. الميناء يكتسب أهمية كقاعدة تعزز الارتباط بالعمق الإفريقي وزيادة دور مصر الإقليمي، مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستيعابية لحجم الصادرات والواردات، ويخدم دول أوروبا والمغرب العربي، ويرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات مدعمة بمناطق لوجستية تزيد من نصيب مصر من أنشطة تداول الحاويات والسياحة. مدينة العالمين الجديدة، إنشاء مدينة العالمين الجديدة بمحافظة مطروح تنفذها وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادي والدلتا من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتحقيق رؤية ومستقبلية أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. الاستثمار، حضرتك نجحت محافظة مطروح في أقل من 3 سنوات في رفع معدلات تدفق للاستثمار بالتعاون مع معالي وزيرة الاستثمار، حيث بلغت حجم الاستثمارات 140 مليار جنيه بعدد 21 مشروع متنوع، أهمها في مجال تصنيع التمور والزيتون وطبيعة المياه المعدنية، وعدد من المشروعات الاستثمار السياحي والعقاري، ويأتي في آخرها مشروع ترفيهي عالمي يقام على غرار مدينة ديزني العالمية. الخطة الاستثمارية، معروض أمام سيادتك بيان توضيحي للخطة الاستثمارية خلال أعوام 14-15 حتى 17-18، ويتضح فيه حجم التدفق. 14-15 حجم التمويل كان 405 مليون جنيه، 15-16 793 مليون جنيه، 16-17 930 مليون جنيه، 2017-18 مليار و100 مليون جنيه. يتضح من العرض الزيادة المضطردة للخطة الاستثمارية للمحافظة بما يتوافق مع طموحات أبناء مطروح
في تحسين مستوى خدمات البنية التحتية، طرق، كهرباء، مياه، صرف صحي. الأصول الثابتة الغير مستغلة، تم إعادة استغلال العديد من الأصول الثابتة الغير مستغلة داخل محافظة مطروح، أهمها مصنع التمور بسيوة، السينما الصيفي، سوق السلام. البنية التحتية، تم الحرص على تحسين خدمات البنية التحتية لتلبية كافة احتياجات المواطنين، وأيضا توفير مناخ جاذب للسياحة وللاستثمار. يأتي في أهم هذه الموضوعات مشكلة مياه الشرب، تم القضاء على هذه المشكلة نهائيا. وده بصراحة محتاج ارتكز هنا شوية يا فندم، احنا تعاملنا على هذا المحور على محورين. المحور الاول هو ازالة التعديات على خطوط النقلة، خط السبعمية وخط الالف، زلنا اكثر من 700 تعدي اقطار 4 بوصة. وده بصراحة يا فندم هنا في تحية واجبة للقوات المسلحة ممثلة في قيادة المنطقة الغربية العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية امن مطروح. هذا فضلا عن النيابة العامة التي فعلت القانون وكان لها اكبر الاثر في تحقيق عنصر الردع على كل من تساوي لها نفسه في التعدي على الخطوط الناقله. حضرتك جينا بعد كده وصلنا من 35,000 متر مكعب يوم ميه، ودي كانت اقصى حالات وصول مياه لحافظه مطروح. وصلنا من 90 الى 100,000 متر مكعب يوم ميه على خطوط النقله بعد ازاله التعديات. ثم تدخلت سيادتك بالحل الاستراتيجي، محطه الرميله 1 2 3، بغوش، كيلوباترا، الضبعة، النجيلة، براني، السلوم. أصبحت مطروح بيصل لها مية النهاردة يا فندم 160,000 متر مكعب يوم مياه، وهذا يتجاوز المخطط الاستراتيجي، مخطط مخرج مطروح مياه 17-18، 110,000 متر مكعب يوم مياه. هذا ما كان ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عن مشكلة مياه الشرب داخل محافظة مطروح. هذه جانب من صور وحدات التحلية. ثم بعد ما عملنا وحدات تحلية تفاقمت عندنا مشكلة الصرف، مؤخرا السيد مجلس الوزراء دعم الخطة ب 350 مليون بالأمر المباشر لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في محافظة مطروح. حجم الدعم النقدي المقدم من المحافظة ومن الدولة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي 1,247,000,000 بالإضافة ل 350 مليون للصرف الصحي. قطاع الكهرباء، بحب اطمن سيادتك ان مفيش تجمع في مطروح في اقصى القرى والنجوع ب10 منازل مفيهوش كهرباء. احنا فندم صرفنا، الدوله صرفت على الكهرباء 930 مليون جنيه. تم مضاعفه القدره الكهربائيه لمحافظه مطروح من 400 ميجا وات الى 800 ميجا وات، من المنتظر وصولها الى 1000 ميجا وات نهايه شهر مارس القادم. تم دعم واحه سيوه التي كانت تعاني من ظلام تام باحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفه 50 مليون جنيه وبطاقه 10 ميجا وات، محطات طاقه شمسيه، دعم من الجانب الاماراتي. بيان بالاعمال والتكاليف باجمالي 930 مليون على مدار عامين للارتقاء بخدمه الكهرباء. في مجال الطرق والبنيه التحتيه، انشاء طريق سيوه جغبوب بطول 90 كيلو متر، انشاء طريق محور الضبع عرود الفرج بطول 537 كيلو متر، تطوير وتوسعة الطريق الدولي الكيلو 21 مرحلة أولى حتى العالمين بطول 83 كيلومتر، رصف ورفع كافة الطرق داخلية ومحاور جديدة بطول 581 كيلومتر بتكلفة 368 مليون، ربط الطرق الرئيسية بالقرى والنجوع بطول 350 بتكلفة 188 مليون جنيه. الغاز الطبيعي، تم الانتهاء من المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي داخل محافظة مطروح لعدد 15,000 مشترك بمدينة مرسى مطروح. تم فتح الخطوط وتم التوصيل الفعلي لعدد اكثر من 5,000 مشترك، وجاري الانتهاء من التوصيل لعدد 30,000 مشترك في نهايه عام 2019. قطاع الصحه، في استراتيجيه انتهجتها المحافظه مع معالي وزير الصحه، في كان هناك العديد من المناطق المحرومه من الصحه المتميزه. يا علاء فندم ارجع للغاز كده، ارجع فندم. ليه لاخر السنه؟ ليه لاخر السنه الغاز يعني؟ ليه يعني؟ هل توصيل الغاز يحتاج منين الوقت ده كله؟ الشركه اللي بتنفذ يا فندم، علشان بس المسافات بعيده. هو انت 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 رئيس المحافظه؟ ايوه فندم. ايوه انا بكلم بجد. حاضر. لا يعني مش الشركه، انت معاها؟ انا معاهم والله يا فندم. ما انا عارف، احنا بنعمل كده عشان الخدمه توصل للناس، هتريح. وبدل ما احنا بنودي انابيب من هنا ومن هنا وكلام من ده، هي خلاص يبقى خلصت. فانت هتضغط عليهم او هتضغط مش يعني هتشجعهم؟ هتشجعهم يعني؟ حاضر. عيوب يخلص. حاضر. مش اخر السنه. حاضر. احنا في شهر 2. حاضر. يعني انت بتتكلم في 10 اشهر. نهايه 19. انت نهايه 19؟ حاضر يا فندم. لا طبعا.
ده انا بتكلم، فاكر انك انت بتقول هي 18. حاضر. حاضر ايه؟ حاضر هنفذ يا فندم. طب صحيح. حاضر هنفذ. طيب ماشي. فيما يتعلق يا فندم بقطاع الصحة، الاستراتيجية التي اتخذتها المحافظة لتطوير قطاع الصحة، كان هناك العديد من المناطق المحرومة من الصحة المتميزة، تم دعم الصحة وتطوير جميع المستشفيات، تم مؤخرا الانتهاء من مستشفى النجيلة، وبصراحة مستشفى النجيلة يا فندم أصبحت إن احنا بقى في غرب مصر مستشفى إحالة، دي طفرة كبيرة جدا بتشهدها المنطقة الغربية. ثم بلغت قيمة التطوير بقطاع الصحة 615 مليون جنيه، كما قامت محافظة مطروح بدعم قطاع الصحة بالمحافظة بمبلغ 53 مليون ممثلة في إنشاء وحدة رنين مغناطيسي ووحدة تقرصات كبدية والمشاركة في مبادرة فخامة السيد الرئيس في مكافحة فيروس سي، وتدعيم قطاع الصحة بوحدات غسيل كلوي وحضانات أطفال. تم التعاقد مع أساتذة جامعيين واستشاريين لبعض التخصصات النادرة لإجراء الكشوف الطبية والعمليات الجراحية اللازمة. ده جانب من بعض الصور لتطوير مستشفى النجيلة المركزي. قطاع التعليم العالي، تم انشاء عدد 8 كليات بجامعه الاسكندريه فرع مطروح، وهي كالتالي: كليه التربيه، كليه الزراعه، كليه التمريض، كليه الطب البيطري، كليه السياحه والفنادق، كليه رياض الاطفال، كليه التربيه الرياضيه، كليه العلوم البترول والتعدين. يعني الانتهاء من انشاء مبنى الجامعه ان شاء الله ويدخل الخدمه في نهايه في العام الدراسي الجديد، بالاضافه الى عدد 2 جامعه مخطط تنفيذها بمدينه العالمين الجديده. ده مبنى الجامعه يا فندم، احنا وصلنا 5% حاليا. قطاع التعليم، تم رفع كفاءة العملية التعليمية بإنشاء أول مدرسة مصرية يابانية بمدينة الحمام، بالإضافة لعدد 3 مدارس تجريبية للغات، إنشاء 37 مدرسة جديدة لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة، توفير نحو 60 منحة دراسية مجانية للالتحاق بالجامعة الألمانية والبريطانية والجامعات الخاصة، هذا بالإضافة إلى استفادة طلاب الثانوية العامة بمطروح بنسبة 5% مناطق حدودية لعدد 143 طالب. مدرسة الطبعة النووية الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية، جاري نهو من إنشاء أول مدرسة متخصصة في التكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط مدينة الضبعة. قطاع التموين، تنفيذا لتجهيز سيادتك برفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تم فتح عدد 9 منافذ ثابتة للسلع الغذائية بتخفيض 30% لعدد 117 سلعة لمدة 16 شهر بتكلفة 8 مليون بدعم من رجال الأعمال، بالإضافة لوجود منافذ متحركة تجوب القرى والنجوع والتجمعات الصحراوية للوصول إلى جميع المواطنين. قطاع الزراعة، أبناء قبائل مطروح يراودهم حلم بعودة المحافظة إلى ما كانت عليه في العصر الروماني كسلة غلالة للعالم، وجاء قرار السيد رئيس الجمهورية بزراعة 1.5 مليون فدان، منهم 180 ألف فدان منطقة المغرى وسيوة. جاري العرض على سيادتكم للتصديق على تنفيذ مشروعات الملاءمة الصحراوية. منطقة المشروع تمتد من غرب الضبع وحتى السلوم اعتمادا على مياه الأمطار، ومنطقة سيوة والمغرى اعتمادا على المياه الجوفية. مدة المشروع 7 سنوات، لو الدكتورة سحر وفرت التمويل الكامل سيتم التنفيذ خلال 3 سنوات. حصاد مياه الأمطار للمناطق الساحلية، كمية المياه الممكن حصادها 25 مليون متر مكعب في السنة. ما تم إنجازه خلال 20 سنة الماضية يا فندم حتى 2017 حصاد فقط 3.2 مليون متر مكعب، حيث أن المشروع يستهدف حصاد أكبر كمية من مياه الأمطار واستخدامها الاستخدام الأمثل من حيث نوعية الزراعات والأشجار التي تتفق وطبيعة البيئة الصحراوية. دراسة علمية متعمقة لمشكلة الصرف الزراعي في واحد سيوة. قطاع الشباب والرياضة، معلش خليني قبل ما نطلع نسيب النقطة دي، لدي نقطة مهمة جدا. ارجع يا فندم لو سمحت. في الموائمة الصحراوية علاء، احنا اتفقنا ان انتوا لو الدراسات كلها قالت ان احنا نقدر نحصد على الاقل ال 25 مليون متر دول، احنا مش هنخلصهم في 3 سنين. وانا بقول الكلام ده لكم، واهالي مطروح بيسمعوني، واهالي المنطقه الغربيه كلهم بيسمعوني. لا، احنا هنخلصهم في ان شاء الله في اقل من كده بكتير، انا بتكلم في سنه بالكتير. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هي مشكله الصرف الزراعي في سيوه، وانا احنا اتكلمنا في اثناء عرضك في الموضوع، ودولة الرئيس قال لك ان احنا هنشكل لجنة من وزارة الري والزراعة واساتذة مركز الصحراء، مش كده؟ ونشوف. ولو النهاردة هذا المشروع برضو، انا بقوله لأهالي سيوة اي مكان، لان دي مشكلة قديمة جدا، والدولة ما جابتهاش برضو، ما جابت يعني لم تتصدى لها على مدى سنين طويلة. احنا هنشوف ايه اللي ممكن نعمله حتى يعني ننتهي تماما من مشكلة مياه الصرف في سيوة. ده معناه ان بقى، انا بس بقول للناس اللي بتسمعنا، سيوة عندها مشكلة كبيرة جابها لها اكتر من 30 سنة،
ان الارض بتطبل نتيجة المياه الجوفية القريبة من المناطق الزراعية. احنا هنشوف الموضوع دوت وهندرسه وهنتصدى له، وان شاء الله ان شاء الله مهما كان حجم التحدي هنحله بامر الله سبحانه وتعالى. تفضل يا علي. شكرا فخامة السيد الرئيس. بالنسبة لفندم لقطاع الشباب والرياضة، تم العمل على تشجيع الشباب والنشأ على ممارسة الرياضة بإنشاء ملاعب رياضية جديدة بجميع مدن المحافظة، وتطوير مراكز الشباب وتقديم خدمات متنوعة لشباب المحافظة، سواء للملاعب القانونية وملاعب الخماسية ومبنى التعليم المدني ومراكز الشباب والرياضة. مساهمة رجال الأعمال والمجتمع المدني. اللي قدام سيادتك ده فندم إجمالي مبلغ تبرعات نقدية برجال أعمال تتجلى بصراحة مشاركة رجال أعمال محافظة مطروح، سواء من أبناء المحافظة أو من رجال الأعمال الذين لهم استثمارات على أرض المحافظة، بإجمالي مبلغ 471 مليون ده نقدي. اتفضل يا فندم. فندم كل المشروعات وكل المشاكل المزمنة اللي كانت داخل محافظة مطروح شارك في حلها جميع رجال الأعمال، بداية من مشروع نقل الركاب بدعم ب 40 اتوبيس باجمالي 15 مليون جنيه، تطوير محطه تعبئه الغاز بتطوير ده باحدث مصنع موجود في مصر والشرق الاوسط حاليا بتكلفه 10 مليون جنيه، تبرع من مجهود رجال الاعمال، مصنع الوجبه المدرسيه، تطوير مجمع المخابز بتكلفه مليون جنيه، تطوير مصنع الصوف مبلغ 1.5 ده يعني في العديد من السيدات المعيله بتعيش على هذا المصنع وكان متعثر من اكثر من 20 عام، تم اعاده تطويره بمبلغ 1.5 مليون مجهود رجال المجتمع المدني، انشاء مصنع الاطراف الصناعيه لضحايا الالغام بتكلفه اجمالي 1.5 ده دعم من وزاره التعاون الدولي، تطوير الميادين بتكلفه 1.5 مليون جنيه. اخيرا يا فندم في مجال المتاحف، تم تطوير متحف كهف رومل بتكلفه 2.5 مليون جنيه على نفقه المحافظه بعد اغلاقه اكثر من 10 سنوات، واعاده افتتاحه للزياره المتحفيه اثناء الاحتفال بالعيد الماسي للحرب العالميه الثانيه. قامت المحافظه بتجهيز متحف الاثار اللي سيادتك ان شاء الله هتفتتحه النهارده بالجهود الذاتيه بتكلفه 15 مليون جنيه تشمل الانشاءات والتجهيزات. تجهيزات على مساحه 1500 متر وبعدد 1000 قطعه اثريه، مجهز بالكاميرات الداخليه والخارجيه لتامين المتحف وشبكه اطفاء منفصله، وذلك بالتنسيق مع وزاره الاثار لعرض القطع الاثريه تمثل على العصور الفرعونيه والرومانيه والقبطيه والاسلاميه تمهيدا لافتتاحه كاحد مقاصد الجذب السياحي لمحافظه مطروح. اذا سمحت سيادتك نعرض فيلم عن المتحف لمده دقيقتين. السيد الرئيس تأذن لنا بافتتاح المتحف. افتتاح متحف آثار بمحافظة مطروح، مهندس خلف صادق أحمد. المهندس خلف صادق أحمد مدير مديرية الإسكان والمرافق المشرف على تنفيذ متحف الآثار بمطروح. استأذن سيادتك لإزاحة الستار يا فندم. تفضل يا فندم.
شكرا يا فندم، كتر خيرك. شكرا. بعد اذنك يا فندم، احب اوجه الشكر لمعالي الدكتور خالد وزير الاثار على التعاون المثمر في افتتاح هذا المتحف. فخامة السيد الرئيس، الحضور الاكارم، نؤكد اننا جميعا تحت قيادتكم نعمل من اجل مصلحه الوطن وعلاء شانه وخدمه المواطن، فهو الغايه التي نسعى من اجلها، مع التاكيد على ان ما نقوم به استكمالا لثوره مصر الجديده، ثوره البناء والتنميه في كافة ربوع مصر، حتى أصبح العالم ينظر إلينا اليوم كيف نصنع الإنجازات رغم المحن والتحديات. حفظ الله مصر قوية أبية، ورعاها أرضا وشعبا، وحقق دائما لها التقدم والازدهار تحت قيادة سيادتكم الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.